كنا بنتكلم على الكونفدراليه وقلنا ان فيوتشر وبيراميدز في مجموعه واحده وكنا عايزين الفرقتين يصعدوا مع بعض، ولكن النتائج النهارده جت عكس ما احنا عايزين. النهارده فيوتشر قدر يفوز هنا على ملعبه على فريق اسكو كارا التجولي 3-0، وكده فريق فيوتشر بيوصل للنقطه الثامنه. وفريق بيراميدز للاسف خسر خارج ملعبه النهارده في المغرب من الجيش الملكي المغربي 1-0. فأصبح الموقف معقد جدا في المجموعة كده. خلاص الجيش الملكي المغربي صعد، هيصعد، عنده كمان المباراة الأخيرة مع فريق اسكو كارا هيكسبها هيبقى 13 نقطة، فكده هو كده كده صعد. يعني حتى لو خسر المباراة القادمة هو كده كده صعد، لكن هو طبعا هيلعب على الأول فهيكسب الماتش الجاي عشان يبقى أول، فكده الجيش الملكي صعد. اللي هيصعد بقى مع الجيش الملكي يا بيراميدز يا فيوتشر، يا بيراميدز يا فيوتشر. هتقولوا لي ليه اشمعنى؟ يعني هقول لكم ان الاثنين دلوقتي الفرقتين عندهم 8 نقط، الفرقتين هقول لكم كل حالات يعني صعود احد الفريقين. بصوا الترتيب دلوقتي بعد انتهاء مباراه بيراميدز بخساره بيراميدز 1-0 من الجيش الملكي المغربي وفوز فيوتشر النهارده على اسكو كارا التجولي 3-0. الفرقتين بقوا خلاص الجيش الملكي 10 صعد، وعندنا بيراميدز وفيوتشر الاثنين عندهم 8 نقط وناقص جوله واحده في المجموعه يوم 2 ابريل. وهيلعب مين مع مين؟ هيلعب فيوتشر هيواجه بيراميدز في ملعب بيراميدز في استاد الدفاع الجوي. اللي هيكسب منهم هيصعد كتاني المجموعه، اللي هيكسب منهم هيصعد مع الجيش الملكي. طب لو تعادلوا؟ هما الفرقتين عندهم 8 نقط. طيب تعالوا نرجع للمباراه الاولى ما بين بيراميدز وفيوتشر، كانت انتهت 1-1 في ملعب فيوتشر. لو المباراة خلصت بالتعادل 0-0 0-0 بيراميدز يصعد. اهو بصوا التعادل 1-1 يؤهل بيراميدز بفارق الأهداف. ليه؟ عشان المباراة الأولى انتهت 1-1 برضو، بس الأهداف بتاعت بيراميدز أكتر من أهداف فيوتشر، إن بيراميدز جايب 8 اهداف وعليه 5 يعني بلس 3، وبرده فيوتشر جايب 7 وعليه 4 يعني بلس 3، بس بيراميدز جايب 8 تجوان فيوتشر جايب 7. فلو انتهت المباراه بالتعادل الايجابي 1-1 يتاهل بيراميدز. طب لو انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0 يتاهل بيراميدز برده، عشان بيراميدز متعادل مع فيوتشر في ملعب فيوتشر 1-1. طب لو اتعادلوا 2-2 3-3 4-4 فيوتشر هو اللي يتأهل، ان كده يبقى فيوتشر هيكون مسجل اهداف اكتر خارج ملعبه في ملعب بيراميدز. فهمتوا القصه؟ عشان برضه تبقوا فاهمين معايا هقول لكم جميع الاحتمالات. كده خلاص يعني حلم اللي احنا الفرقتين يصعدوا بيراميدز وفيوتشر خلاص مش هينفع، ان بيراميدز خسر النهارده من الجيش الملكي وخلاص كده، يعني لازم فرقه من الفرقتين هم اللي يصعدوا، يا اما بيراميدز يا اما فيوتشر. اللي يقدر على الثاني، اللي يقدر على الثاني، اللي يقدر على الثاني هو اللي هيصعد. بيراميدز يوم 2 ابريل هيستضيف فيوتشر في ملعب بيراميدز الجوله الاخيره في دور المجموعات. الفرقتين زي ما احنا شفنا عندهم 8 نقط، اللي هيكسب فيهم خلاص هيصعد هيبقى عنده 11 نقطه وهيصعد. طيب لو تعادلوا؟ في بقى 3 احتمالات للتعادل. لو التعادل سلبي 0-0 بيراميدز يصعد، ان بيراميدز اتعادل مع فيوتشر في ملعبه 1-1. طيب لو تعادلوا 1-1 زي المباراه الاولى برضه بيراميدز يصعد، ان بيراميدز نسبه التهديف بتاعته اعلى من فيوتشر، عنده 8 اهداف وعليه 5، فيوتشر عنده 7 وعليه 4، فبيراميدز مسجل 8 وفيوتشر 7 يبقى بيراميدز هو اللي يصعد. طب لو تعادلوا اكتر من واحد، يعني تعادلوا 2-2 3-3 4-4 5-5، في الحاله دي فيوتشر هو اللي يصعد، ان المباراه الاولى انتهت 1-1، فأي نتيجة أكتر من 1-1 تصعد فيوتشر عشان هيكون مسجل أهداف أكتر خارج ملعبه في ملعب بيراميدز. فهمتوا كده القصة؟ يعني أخيرا بشكل نهائي هقولها لكم تاني، اللي هيكسب فيهم هيصعد خلاص بدون حسابات، اللي هيكسب ما بين فيوتشر وبيراميدز هيصعد في المباراة القادمة. طب لو تعادلوا في نتيجتين لصالح بيراميدز ونتائج أخرى لصالح فيوتشر، التعادل السلبي 0-0 بيراميدز يصعد، التعادل الإيجابي 1-1 بيراميدز يصعد، التعادل الإيجابي 2-2 أو 3-3 أو 4-4 فيوتشر يصعد. هي دي الحسابات، وممكن حد من الاثنين يكسب. طبعا احنا نتمنى كنا نتمنى ان واحد من الفرقتين يصعدوا مع بعض، ولكن خساره بيراميدز النهارده
من الجيش الملكي في المغرب، خلاص خلت الموضوع ما بين فيوتشر وبيراميدز على مقعد المركز او المقعد الثاني اللي هيصعد لدور الثمانية في الكونفدرالية. دي قصة بيراميدز النهاردة وقصة فيوتشر في الكونفدرالية. هننتظر حتى يوم 2 ابريل مواجهة المباشرة ما بين بيراميدز وفيوتشر في ملعب بيراميدز في استاد الدفاع الجوي عشان نتعرف مين الفريق الثاني اللي هيصعد في المجموعة دي، وهيبقى فريق مصر. يعني الحمد لله، الحمد لله برضو، يعني حاجة مش وحشة ان احنا ضامنين ان فريق مصر هيبقى في دور الثمانية، يا بيراميدز يا فيوتشر اللي هيكسب فيهم. وخسارة بيراميدز النهاردة من الجيش الملكي هي اللي خلت يعني ان هي فرصة واحدة بس للصعود لفريق مصر، ان خلاص الجيش الملكي النهاردة صعد بايده يعني. طيب ده بالنسبة لمباراة بيراميدز وخسارته 1-0 من الجيش الملكي، وفيوتشر وفوزه على اسكو كارا التجولي 3-0 على فكرة، اللي سجل اهداف فيوتشر النهاردة علي الفيل المدافع، ومهند لاشين الهدف الثاني، واحمد عاطف الهدف المهاجم، طبعا احمد عاطف المهاجم الثالث لفيوتشر. وانا قلت لكم المباراه هتكون سهله، يعني فيوتشر النهارده كان مركزين وبشكل كبير جدا، لكن طبعا هتبقى المواجهه القادمه بقى الجوله الاخيره الجوله السادسه ما بين بيراميدز وفيوتشر ماتش قوي جدا وماتش يعني عنيف جدا في كره القدم في المباراه القادمه.